أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر، هيا بنا إلى الأنباء اليومية. قالت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء إن مشاريع القوانين التي أقرها الكنيس الإسرائيلي لسيطرة الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتنياهو على مفاصل الدولة الأمنية تعود شبطا لكل الاتفاقيات بين الجانبين. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أوفيف كوخافي اليوم الأربعاء المسؤولية عن ضربة جوية استهدفت مؤخرا قافلة دخلت سوريا من العراق، وقال إن الهدف كان شاحنة تحمل أسلحة إيرانية. قالت ثلاثة مصادر إن الصين تعمل على إعداد حزمة دعم تزيد قيمتها على تريليون يوان 143 مليار دولار لصناعة أشباه المواصلات لديها في خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق ومواجهة التحركات الأمريكية التي تهدف إلى إبطاء تقدمها التكنولوجي. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنها تراقب عن كثب الوضع على حدود الهندية الصينية، مشيرة إلى أنها رصدت حشد الصين قواتها على حدود مع الهند، وأنها تدعم جهود نيودلهي لخفض التصعيد. وكانت اشتباكات وقعت بين الجيشين الصيني والهندي يوم الجمعة الماضي على حدود المتنازع عليها في منطقة الهيمالية وأسفرت عن إصابة جنود من الطرفين. ففي مباراة الأرجنتين وكرواتيا بنصف النهائي سجل اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات هدف منتخب الأول من ركلة جزاء وصنع عهد هدف زميله جوليان الفاريز ليفوز فريقه 3-0. أشكركم شكرا جزيلا على مشاهدة هذه الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.